السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مهم جدا للتصميم، لو انت عندك اي ديزاين فبترفعه وهو يبدأ يديك اقتراحات لتصميم افضل. فاختار الصورة دي بتاع التصميم، لو هي محتاجة روتيت ممكن تعملها روتيت، هقوله كونتينيو، هو بيعمل ابلودنج للصورة، تحميل الصورة، وبتأكد انها خاصة بالتصميم داخلي او خارجي، يعمل لها اناليسيز. ممكن تقول له سربرايز مي، فهو يبدا يعمل لك شويه تعديلات، او ادفانسد اوبشن تقول له مثلا الغرفه دي انا عايز احولها من كذا لكذا، تمام. هو بيبدا يتعرف على العناصر الموجوده، وممكن تكتب الكالر اللي انت عايزه، تمام. ممكن تقول له مثلا انا دي عايز اخليها مثلا بيدروم مثلا، ديزاين اوبشن. ممكن تعدل في الماسك لو انت حابب، وتقول له جنريت نيو ديزاين، هو يبدا يعدل في الصوره. ده اكزامبل، مش هيدي الصوره بس هو بيوريك اكزامبل للحاجات دي. الصوره الاصليه، وبدا يعمل لنا اكتر من تصميم على اساس ان هما بيدروم. ممكن تقول له لا ده انا عايزها كيتشن مثلا، فيبدا يحط لك الفرنتشر. هو بيبدا يتعرف ايه الحاجات اللي مش محتاجه تعديل، او الحوايط والابواب مش هيعدل فيهم، لكن هيعدل في الفرش ويعدل في لون الحوايط مثلا. فهتبدا تطلع معايا الصوره بالشكل دوت. طبعا لان النسخه مجانيه فهو بيكتب اسمه، انما لو انت دافع فلوس او شاري النسخه تقدر ان انت تستفاد بالصورة كلها من غير التوقيع بتاعه. فيظهر معانا بشكل ده، انا قلت له اعمل لي سربرايز.